كيف بإمكان شركة ناشئة أو ريادي بناء منتج يدمن عليه المستخدمين على الإنترنت addictive products؟ هون بتدخل يعني شغلتين، الفكرة بتصير مهمة هون، مع أنه بمجالات تانية إذا بدك أنت تمونيتايز يعني مثلا زي إي كوميرس الفكرة مش مهمة، المهم التطبيق والأشياء التانية. فإذا بدك product addictive product بدك تكون فكرة جديدة، بدك تكون user experience يعني فعال to engage the users، وبدك mechanisms بحيث انه المستخدم يعني تضلك تجذب المستخدم لنفس يضل يرجع على نفس البرودكت. يعني بناخذ اكزامبل مثلا draw something فكره مش جديده، بس الطريقه اللي طبقوها فيها والانتراكشن كثير جديد، بضل اليوزر يعزم اليوزر ثاني بعد ما يحط الصوره، وبعدين بالتالي بيجي دور المستخدم الاول بيرجع بيحط صوره، بعدين بيصير المستخدم الثاني دوره. فهاي يعني it became addictive but it's a result of the mechanisms اللي انحطت. يعني it's all about connecting social مع ناحيه البرودكت. هي في element بسميه retention، to retain the user، بدك تخلق له سبب يضله يرجع of course. وكمان ما بتزبط اذا كان الفكره متكرره، يعني واحد يعمل شيء زي فيسبوك ويصير يعني wants to make it addictive it doesn't work.